اهلا بحضراتكم من جديد. زينة اجيلك. يمكن اي لاعب بيبقى في حياته بطوله ما بينساهاش، بيحس ان هو يعني مهما خد بطولات بعديها البطوله دي بتبقى بالنسبه له مهمه. عندك بطوله كده ولا كله مهم بالنسبه لك؟ لا، في الصراحه بطوله يعني انا بالنسبه لي كبيره قوي، هي كانت بطوله 18 سنه لما خدنا الجمهوريه، كسبنا الاهلي في صاله الاهلي. الصراحه دي بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا من اهم البطولات، لانها كانت اخر يعني احنا كنا بنلعب الاهلي على كل المراحل السنيه، كسبناهم في تحت 14 سنه، كانت اول مره خالص نكسب الاهلي. بعد كده 18 سنه دي كانت بقى اخر مره في تحت النشأت. في الناشئات، فكنا عايزين ان احنا نختمها بحاجه كويسه. فساعتها كسبنا 3-2، وكان ماتش صعب جدا برضو، بس كان الصراحه فين؟ كان في صاله كان الاهلي. في صاله الاهلي. يعني البطوله اللي انت فاكراها اللي خدتها من الاهلي؟ مش قصدي بس لا لا بهزر طبعا، دي رياضه. كانت 3-2. لا طبعا، ما دي روح الكومبيتيشن، وانت اللي عملتيه ده هو اللي عرف الناس كلها بيكي. لا ويعني الموضوع ده ما يزعلناش على فكره، بهزر معاكي بالعكس. انت اللي عملتيه ده حاجه عين العقل، وهو ده الصح، ان انا العب بكل قوتي في اي مكان. طبعا فدي البطوله اللي انت فاكراها، 18 سنه الصيد ضد النادي الاهلي، كان في النادي الاهلي وفزتوا بيها. وكان الفريق الاهلي جامد ساعتها. فاكره مين جيلك كان ساعتها في النادي الاهلي؟ كانت سهيله وفيق ودانا شوقي وندى وليد وكان فريده حناوي ومي غزال وهدير يسري يعني كلهم لا فيرست كان تيم دلوقتي، كلهم فريق طبعا اول. كلنا خلاص دلوقتي لا فيس تيم، فلا كان فريق قوي 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 طبعا. فعلا، معاك حق. وانتوا تكسبوه اكيد، انت كنت احسن لعيبه في جيلك كمان هناك في الصيد بتهيألي، ولا كان معاكي حد؟ لا كان معايا برضو ليلى فريد وداليا المرشدي و دي من الماتش هي دي صح؟ دي البطوله. معلش طب اثبتوا لي بقى على دي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل، ايوه كنت 18 سنه، انت اقصى على الشمال صح؟ ايوه بس شكلك اتغير كتير ما شاء الله، كنت صغنونه خالص. بس دي كانت اهم بطوله وانت فاكراها، يعني حتى انتوا الفرحه كانت على وشكوا جامد. باينه. فطيب ده على المستوى الفرق. طب على مستوى المنتخبات، هل في بطوله كمان ليكي فاكراها ولا برضو كل بطولات المنتخب عزيز على قلبك؟ بصراحة بطولة كانت تصفيات أولمبياد طوكيو، كانت السنة اللي قبل اللي كانت 2020 قبل كورونا على طول. كانت قبل كورونا على طول، شهر كان شهر كام؟ واحد. واحد. كورونا اتقفل اللوك داون كان في شهر ثلاثة. دي بصراحة بطولة مهمة أوي بالنسبة لي، لأنها كانت أول بطولة ليا مع فريق الأول منتخب، وكانت طبعا أول فين؟ مرة كانت في الكاميرون. الكاميرون. وحتى قعدنا 4 شهور معسكر قبليها، طبعا حلم ان احنا نبقى في اولمبياد طوكيو يعني. بس يعني رحنا هناك طبعا خدنا ثالث، بس يعني عملنا والله ماتشات كويسه. فدي بالنسبه لي كانت بطوله مهمه قوي، ان انا ابتديت ادخل مع الدرجه الاولى بتاعه المنتخب.